يقال في حال إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات ولغت نتائج الانتخابات، يحق لمجلس الأمن تغيير النظام السياسي بالبلاد وتشكيل حكومة طوارئ مثلا؟ ومثل ما افتهمنا من كلام السيد نبيل العزاوي، عندهم مخاوف كبيرة وكثيرة من هذا الموضوع. يقول لك الأمم المتحدة وراها أمريكا، وأمريكا عندها أجندات وخطط بالعراق، ربما يكون أشياء يعني نتخوف منها، ونحن نرفض الانتخابات على أن تكون إشراف أمم متحدة أو متابعة. شكرا جزيلا ست هيفاء، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة وللضيفين الكريمين. يعني فيما يتعلق بموضوع الانتخابات وموضوع المراقبة والإشراف وهذه الجدلية الجديدة التي دخلت إلى المشهد السياسي العراقي، يعني أنا ابتداء أود أن أقول أن الجميع يتفق على أن المراقبة مطلوبة والمراقبة الدولية ضرورية لحسن سلامة نتائج الانتخابات. واضح جدا من خلال الكتل المعترضة أن معظم الكتل التي أبدت مواقف صريحة واضحة باتجاه رفض المراقبة الدولية هي الكتل المتخوفة من نتائج الانتخابات بسبب واقعها السياسي وبسبب التحديات اللي تواجهها على مختلف المستويات. فيما يتعلق بالطلب اللي قدمه السيد وزير الخارجية، واضح كان أنه حكومة السيد الكاظمي في إطار تعزيز دور الأمم المتحدة وفي إطار تطوير علاقة العراق مع المجتمع الدولي بحاجة إلى المراقبة الدولية. واضح جدا أيضا أنه الكتل اللي اعترضت هي الكتل التي تبيت نيات غير سليمة للعملية الانتخابية. واضح جدا من خلال التصريحات، يعني تتحدث الكتل التابع لها دكتور نبيل، يعني عندها تخوفات من هذه، من حق أي كتلة أن تبدي تخوفات عن العملية الانتخابية، لكن هذا المبالغة، يعني أنا أقول هناك مبالغة من بعض الكتل السياسية في موضوع الرقابة الدولية. لن تستطيع الأمم المتحدة تغيير النتائج في العراق، الواقع السياسي شيء آخر. ما تفضل به الزميل العزيز الدكتور نبيل حول تبعية الأمم المتحدة، هذه مسألة معروفة ولا تحتاج إلى نقاش، لكن أنا